كابتن مصر طبعا، كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر كابتن شريف، اكرامي برحب بيك يا كابتن شريف. باذن الله تكونوا مخططين في المباراه دي، مباراه صعبه ومباراه مهمه. في البدايه بتشوف المباراه ازاي في الاجواء وفي الجو العالي وفي حضور الجمهور طبعا كابتن؟ في البدايه برحب بيك يا كريم. يعني زي ما قلنا في المؤتمر، المباراه ضربه بدايه في دوري المجموعات. مهم جدا ان البدايه خصوصا لما تكون على ملعبك لازم تكون بدايه ايجابيه. الثلاث نقط على ملعبنا، ثلاث مباريات في دوري المجموعات فيهم ثلاثه على ملعبنا، مهم جدا ان التسع نقط دول يكونوا في رصيد النادي الاهلي، لان انت بتبقى محتاج ان انت تضمن بدري خطوه تاهلك للدور الثاني. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عارف جمهور النادي الاهلي بقاله ثلاث سنين، يعني سنتين ودي الثالثه، بيعيشوا لحظات صعبه، نهائيين ورا بعض النادي الاهلي ما بيتواجدش في البطوله، واحنا كلعيبه الموضوع كان صعب علينا جدا جدا، خصوصا اللعيبه اللي عاشت المباراتين. فاحنا كلنا دافع وكلنا يعني عزيمه ان احنا مش هينفع بقى الثالثه تتكرر نفس السيناريو ده. اتعلمنا من التجارب اللي قبل كده ونقلنا الناس اللي ما كانتش موجوده، فالبدايه دايما هتكون بكره ان شاء الله. كمان سؤال مهم جدا نشوفه، يمكن الاصابات والاغتيالات ويمكن تلاحم كبير جدا، شهر واحد مليء بالمباريات ومليء بالبطولات، لكن عندنا يمكن سوء توفيق بيقابل بعض اللعيبه، عندنا اصابات كبيره جدا. بتشوف الامر ازاي وبتشوف الوضع اللي احنا فيه ازاي؟ انا بشوف الوضع مبدئيا، خلينا نتفق ان احنا لعيبه النادي الاهلي تحديدا ولاعيبه مصر اساسيه النادي الاهلي تحديدا اللي بتلعب افريقيا وبتلعب دوري بقى اكثر من خمس سنين بنلعب مواسم متلاحقه. لو اتكلمنا عن جزئيه الاصابات مش هينفع ان احنا نتكلم على تفصيله واحده ونسيب الباقي، مش هينفع اقول اصل الجهاز الطبي ونسيب الباقي. احنا عندنا تفاصيل كتير قوي يا جماعه محتاجه علاج. دكتور خالد محمود طبيب الفريق، راجل من اكثر الدكاتره الموجوده في مصر، بقاله في الفريق الاول اكثر من اربع خمس سنين، ما شفناش اي ازمات، بالعكس كان دايما في اشاده وكان دايما الامور بتبقى مستقره. السنه دي قابلنا سوء حظ قوي جدا، اصابات قدريه بشكل ما تقدرش تحمل حد، انما يعني للاسف احنا تعودنا في مصر ان لازم حد يبقى فيه متحمل مسؤوليه وبشكل سريع. فطبعا التحامل اللي موجود على الدكتور ده غير منطقي بالمره. اصابات كتير جدا ملوش اي دور فيها، يعني مش عايز اخوض في تفاصيل الاصابات لان الموضوع هياخد مننا يعني حلقات كتير قوي عشان نلم بالتفاصيل كلها يعني. انما اللي انا عايز اكد عليه ان وارد ان انت يقابلك سنه فيها سوء حظ او اصابات قدريه او اخطاء فرديه، بس الامور لازم تتعالج بشكل منطقي، ما يبقاش فيه تضحيه بحد لمجرد ان يعني يبقى كبش في ده قدام الناس. انما لا، الامور عندنا احنا مستقره جدا من الحته دي، احنا كلنا واثقين في الجهاز الطبي، الامور ماشيه. يعني ما كناش نتمنى ان اللعيبه تحديدا تتصاب، خصوصا اللعيبه الجداد، يعني الاصابه قدر وما نتمنش ان اي حد يتصاب، انما لو بيبقى في لعيب جاي كله امل. محمد محمود اصابته اثرت فينا جدا، انما بتمنى له الشفاء طبعا ويرجع اقوى، وان شاء الله تكون اخر الاصابات يعني. فحاجه اخيره بس، النقطه الاصابات دي، الاصابات دايما بيبقى ليها تفاصيل صغيره. اول حاجه الاحمال اللي بيعيشها لعيبه الاهلي من ضغط المباريات او دي ممكن تكون سبب. ممكن اللعيب نفسه ممكن يكون يعني سلوكه ممكن يساعد الاصابه، ما بيتمرنش كويس، ما بينامش كويس، ما بياكلش كويس، كلها تفاصيل. الحاجه الثالثه طريقه العلاج. فانا بتكلم مش عايزين نسيب حاجه واحده، نسيب حاجات كتير ونمسك حاجه واحده كان دي هي السبب، وكان الخطا في فرد. المنظومه الطبيه في مصر عمرها ما كانت خطا افراد، المنظومه كامله محتاجه يعني محتاجه وقت ومحتاجه لا مش دعم برضو، انما محتاجه علاج وتاسيس من اول وجديد، مش بس في مصر يعني، مش بس في النادي الاهلي اصلا. فده بخصوص نقطه الاصابات يعني. كده انا كابتن شريف طبعا يمكن نتمنى كل التوفيق في المباراه، كلمات بسيطه لكل لعيبه النادي الاهلي. انا عارف لعيبتنا على قدر المسؤوليه، مش محتاجه رسائل، لكن بحجم الشوط الثاني وحكايتين في كل، لا احنا مش اول مره هنتكلم، احنا اتكلمنا قبل ما كل مباراه مهمه بنتكلم، او لو احنا حاسين كلعيبه ان احنا محتاجين نقعد نتكلم حتى لو النتائج ماشيه على نيران برضو بنقعد ونتكلم، لان احنا مهمه جدا ان تقييمنا يبقى خارج من عندنا، نبقى عارفين حتى لو الناس كلها بتشيد بينا، حاسين ان احنا لسه عندنا امور محتاجه ان احنا نتكلم فيها او نظبطها، بنقعد نتكلم مع بعض كلعيبه. اتكلمنا مع بعض قبل مباراه سموحه وقلنا ان النادي بيعيش فتره صعبه وبيعيش تحديات على كل المستويات، سواء المستوى الافريقي او المستوى المحلي. مهم جدا ان انت لو ما كنتش من الاجيال اللي التاريخ هيذكرها انها حققت بطولات، على الاقل التاريخ هيذكر الاجيال اللي حتى طلعت النادي من مواقف صعبه او تحملت ضغوطات او عدت بالنادي من مباريات فيها تحديات. فقدر النادي الاهلي وقدر لعيبته دايما ان هي عندها تحديات، لان النجوميه اللي بياخدها لعيبه الاهلي بياخدها بعد ما بيعدي التحديات وبيحقق نجاحات مش العكس. فانا بقول للعيبه اللي منضمه حديثا او اللعيبه الصغيره، عشان توصل لنجوميه او عشان تحقق بطوله هتقابل تحديات وهتقابل ضغوطات وهتقابل احيانا الموضوع مش بيبقى في الملعب منافسه، ده ممكن يبقى حرب. ف
فاحنا لازم تبقى قوي وتبقى لازم على قد المسؤوليه دايما، وعارف كويس جدا ان قدر اللعيبه ان انت ما بتفرحش غير لما تحقق حاجه، ما بتفرحش غير لما المشوار ينتهي. بعد ما تبطل ان شاء الله هتبص على تاريخك هتشوف انت حققت ايه، ساعتها تقدر تقول ان انت ممكن ترتاح. انما طول ما انت بتلعب في النادي الاهلي ما عندكش وقت انك تريح، ما عندكش وقت ان انت تفرح بحاجه حققتها. كل يوم يوم جديد، كل يوم تحدي جديد. بتخرج من بطوله، بتخش في بطوله، وفي الاخر جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، جمهور طموح، دايما بيطلب من اللعيب تحقيق البطولات، وجمهور ما بيشبعش بطولات. وزي ما كل الاجيال عودت الجمهور على كده، ان شاء الله حتى الجيل الحالي لو ما كانش حقق بطولات الفتره اللي فاتت، انما اللي جاي احسن باذن الله، واحنا كلنا تفاؤل وكلنا امل. الفرقه حالها كويس جدا، الفرقه قدراتها كويسه جدا، فاضل بس حاجه مهمه جدا هو رجوع الجمهور تاني يحتضن اللعيبه عشان تبقى الامور في وضعها الطبيعي، واعتقد ان هو قريب ان شاء الله هيتحقق. شكرا. كل الشكر طبعا للكابتن شريف اكرامي واحد من نجوم النادي الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي. باذن الله منتظرين جمهور النادي الاهلي في استاد برج العرب، وباذن الله ايضا تكون هذه المباراه بالنصيب النادي الاهلي.